في كل اختتام قمة عربية، فسنستهل هذا اللقاء ببعض الملاحظات التمهيدية من كل واحد منا، ثم يفسح لكم المجال لطرح أسئلة نتمنى أن تكون محدودة ولا تتكرر نفس الأسئلة من زوايا مختلفة، وأن يتم ذلك في نوع من الانضباط والحرص على أن يترك المجال ل يعني أكبر عدد ممكن من المشاركين لطرح أسئلة من زوايا مختلفة. اسمحوا لي بالبدء أن كملاحظة عامة، مع بطبيعة الحال هناك نوع من تقسيم الأدوار بيني وبين الأمين العام تفادياً لتكرار نفس الأفكار أو نفس المعلومات، فدعوني فقط أقول أن الخطاب الكلمة الختامية للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لخصت الأمور الأساسية التي نعتبرها أنها السمات المميزة لمخرجات قمة الجزائر، فسأمتنع عن ذكرها من جديد، والكلمة تم بثها مباشرة، وسنعود بطبيعة الحال أثناء الحديث للتركيز على بعض منها. ولكن دعوني كمدخل أقول أن في مثل هذه المناسبات هناك الكثير من التعليقات أو التعاليق التي يتم من طرف الصحفيين والدبلوماسيين والسياسيين، وتوصف بطبيعة الحال القمة بنعوت مختلفة، أوصاف متعددة، وسمعت الكثير هذه الأيام حتى قبل انتهاء القمة. طبعاً كان فيه من تسرع وأصدر أحكام نهائية في الموضوع، لكن من جملة كل الأوصاف المطلقة على هذه القمة أعتقد أن الكلمة الأمينة، الكلمة المعبرة حقيقة عن النتيجة، هي كلمة نجاح. نجاح للجزائر، نجاح للعرب. فيما يتعلق بالنجاح للجزائر، دعوني أقول أن مثل ما تابعتم الجزائر كانت حريصة على جمع كافة شروط النجاح، سواء ما تعلق بالجوانب التنظيمية اللوجستية أو ما تعلق بالجوانب السياسية الجوهرية. لست في حاجة إلى ذكر كل ما تم، أنتم تابعتوا كل شيء بدقة، شاهدت انخراط رئيس الجمهورية شخصيا من خلال لقاءات مع بعض إخوانه العرب، من خلال تسلمه رسائل من البعض الآخر من إخوانه العرب، وتابعتم كذلك المناسبات التي شرح مواقف الجزائر في لقاءات إعلامية، كما طبعا شاهدتم نشاط الدبلوماسية الجزائرية على مدى سنة كاملة تقريبا، والاجتماعات الوزارية لجامعة الدول العربية حيث تم استعراض بعض جوانب التنظيمية والجوهرية لعقد القمة. ونستطيع القول أن التحضيرات لقمة الجزائر ربما لم يسبق لها مثيل من حيث الكم ومن حيث الكيف، فهذا كله دل على حرص رئيس تبون وإخوانه القادة العرب على أن تكون هذه القمة التي تعقد بعد ثلاث سنوات ونصف من الانقطاع بسبب الكورونا أساسا. إذن هذا الحرص الجماعي بين الرئيس تبون وإخوانه القادة أن تكون فعلاً قمة ناجحة من كافة جوانبها. العنصر المميز كذلك هو يمكن إطلاق على هذه القمة أنها قمة نوفمبرية،
نوفمبرية بحيث السياق، من حيث تاريخها، ولكن كذلك بحيث من حيث الطموح الذي أردنا أن تتسم به هذه القمة. نوفمبرية لأن نوفمبر هو معنى أو رمز للتحديات، لرفع التحديات، وكذلك نوفمبر هو رمز الحرص على جمع الشمل مثلما أراد الرئيس تبون أن يطلق على هذه القمة. ثم نوفمبرية من حيث الرغبة في فتح آفاق واعدة للعمل العربي المشترك، وكذلك لجعل الجوامع تطغى وتأخذ الأولوية على كل الجوانب التي من الممكن أن تحمل في طياتها بذور خلافات وأمور من شأنها أن تؤدي إلى تصدع العمل، بينما المراد هو جمع الكلمة ورص الصفوف من أجل تحقيق هذه الأهداف التي ذكرتها. فهو إذن نجاح للجزائر كذلك، واستسمحكم أخي أن أخصص كلمة خاصة هنا لكل الجزائريين الذين ساهموا في التحضير من قريب أو من بعيد، سواء انخرطوا في الإدارات أو في الدولة، فالتحية للجميع، وتحية حتى للمواطنين الذين ممكن أزعجناهم في حركة المرور أو في أشياء من هذا النوع، فكل هذه كانت إسهامات، نشكر الجميع على تقديمها، إسهامات مرحب بها، إسهامات كان لها دورها في إنجاح هذه القمة. إذن جزائرياً النجاح واضح، نجاح الدولة، نجاح المواطنين، وبطبيعة الحال نجاح قائد هذه التحضيرات كلها والمشرف المباشر على قيادة القمة الرئيس عبد المجيد تبون. هو نجاح كذلك للعرب، نجاح للعرب لأنهم عرفوا كيف يجتمعون بعد الكورونا، بعد الجائحة، وكيف يدركون بإحساس سياسي شديد كيف يدركون الأهمية لتوحيد الصف والكلمة، وكيف يدركون حساسية وخطورة الوضع الإقليمي والوضع العالمي اللذين تنعقد في سياقهما هذه القمة المتميزة. فكان الحضور مميز، وكان الاستعداد والمشاركة على مدى المسار التحضيري كذلك حضور تلقائي إيجابي بناء، حرص الجميع على تقديم ما يمكن أن يقدمه من أجل المساهمة في النجاح. ثم حرص المشاركون كلهم، وفي مقدمتهم بطبيعة الحال الجزائر بصفتها البلد المضيف مع الجامعة العربية ممثلة بشخص الأمين العام والطاقم المجتهد الملتزم الكف الذي اشتغل معه ومعنا، حرص هؤلاء كلهم على أن ندخل تطور في المنهجية وفي طريقة تحضير هذه القمة. فمن هذه الزاوية من الممكن أن نعتبر أن هذه القمة كانت قمة التجديد والتجدد، قمة التجديد والتشدد، ووضعت لبنة كبيرة على درب العملية، عملية التعزيز والتطوير للعمل العربي، العمل المشترك العربي. ونتمنى بطبيعة الحال أن تقوى أو أن نجتهد مع بعض من أجل تعزيز هذا التوجه الجديد. فمن هذه الزاوية من الممكن جدا أن نسجل
أن جامعة الدول العربية هذه المنظمة العتيدة برهنت بهذه المناسبة على قدرة التفاعل مع الأحداث وقدرتها في التأقلم مع مستجدات العمل العربي المشترك، بل وحتى قدرة التنبؤ بما قد يحصل في المستقبل وقدرة على أداء دورها كاملا مكتملا في تأثير العمل العربي المشترك والتسريع بوتيرة التجديد، وتيرة إيجاد الترتيبات العملية والمنهجية الضرورية من أجل مواكبة كل هذه التطورات التي تحدث على الساحة العالمية، ولتجعل من العرب فئة مؤثرة مستفيدة من التطورات، قادرة على فرض قيمنا المشتركة ومصالحنا كذلك المشتركة. فلهذه الأسباب كلها ولأسباب أخرى نعتقد أنه فعلاً هذه القمة ستسجل في التاريخ أنها قمة ناجحة جزائرياً وعربياً بل وحتى دولياً، بحيث نظرت شاهدتم الاهتمام الكبير على الساحة الدولية إعلامية كانت أو دبلوماسية، حضور المرموق لأمين عام الأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، لرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز، لرئيس الاتحاد الإفريقي، لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ولأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، والكثيرون من المسؤولين ومن الشخصيات الذين شاركونا وواكبوا تطوير عملنا من مستوى المندوبين الدائمين إلى مستوى قمة رؤساء الدول والحكومات مروراً بالمستوى الوزاري. فبدون إطالة الآن أدعو أخي وصديقي أحمد أبو الغيط لتناول الكلمة لتقديم ما يراه مناسباً من الملاحظات التمهيدية. شكراً سيادة الوزير. والحقيقة شخصياً خططت بعض المحاور أو الفقرات أو العناصر اللي رصدتها خلال أعمال هذه القمة والاجتماعات الوزارية واجتماعات المندوبين والتحضير لها. فبالنسبة للقمة أتفق معك تماماً أنها قمة ناجحة بأي مقياس، وأنا شخصياً رصدت 17 رئيس ورئيس حكومة وأمير وولي عهد، 17 من 21، والأربعة الآخرين كان تمثيلهم تمثيل عالي جداً، وبالتالي وبصفة عامة ربما هي أحد أكثر القمم العربية حضوراً من حيث المستوى. دي الحقيقة نقطة يهمني أقولها. نقطة الثانية أنه جمهورية الجزائر وفرت كل الظروف لنجاح القمة، سواء من الترتيبات، التنظيم المتقن جداً، المبادرات الموضوعية الخلاقة لإثراء أعمال القمة. القمة طبعاً زي ما صديقي الوزير العمامرة اقترنت بأول نوفمبر، ثورة نوفمبر، وكان عرس جميل بالأمس إنه كل هذا الحضور القوي من العرب أو من الأجانب إنهم يشاركوا الجزائر في مرور 68 سنة على هذه الثورة.
اتسمت القمة والاجتماعات بقدر كبير جدا من التوافق. لم نرصد مثل بقية الاجتماعات، دائما بيكون هناك بعض التحفظات على هذا القرار أو هذه الفقرة في القرار. في هذه القمة الدول غابت التحفظات حتى هذه اللحظة، يمكن يأتينا تحفظ من هنا أو من هناك. أجرينا لأول مرة تجربة، لأنه في الاجتماعات التشاورية اللي بتعقد بين وزراء الخارجية ذكر في اجتماع تشاوري في شهر يونيو شهر 6 في بيروت، ذكر أنه القمم دائما أو الاجتماعات الوزارية دائما تكرر نفسها وتصدر الكثير من القرارات والمستندات، وأنه ربما لا داعي لهذا النظام، وأن احنا نحاول كاجتماعات وزارية أن احنا نقر ما سبق إصداره من قرارات في سطر واحد. والقمة أو الاجتماعات الوزارية تبنت هذا الاتجاه، وبالتالي في جدول الأعمال كان في إقرار القرارات السابقة التي اتخذت على مدى الفترة من 2019 منذ مارس القمة الأخيرة في تونس حتى اليوم. وبعدين حصل تحديث لقرار جديد، موضوعات الأمن القومي العربي على محاور كثيرة، وبالتالي كان فيها قدر من التحديث. التحديث الإضافي الآخر هو العمل الإلكتروني، إنه ما فيش مستندات، ولكن كل شيء من خلال شاشات الكمبيوتر. شخصياً رصدت في مداخلات القادة إنه في إحساس بالحاجة إنه الدول العربية أو المجتمع العربي يكون قادر على التفاعل مع العالم الخارجي في صورة كتلة عربية قادرة إن هي تتخاطب مع العالم ويحسب لها حساب ككتلة وليس كدول فرادة. في ملحوظة مهمة للغاية، إن البعد الاقتصادي في العمل العربي المشترك استحوذ في هذه القمة على اهتمام أساسي، وأسبابه واضحة جدا أمام الجميع. في أزمة طاقة، في أزمة غذاء، في أزمة مياه، في تغيرات مناخية لها تأثيراتها على الأوطان العربية، وبالتالي كان فيه اهتمام كبير. ومنذ يونيو الماضي في الاجتماع التشاوري أنه الأمن الغذائي العربي يجب أن يحظى بالاهتمام، وبالتالي أعدت ورقة أو دراسة نحو استراتيجية عربية للأمن الغذائي. وحتلاحظوا اللي يتابع قرارات القمة يلاحظ أنه حديث على عرض من السودان لإتاحة الفرصة لزراعة قوية تؤمن الأمن الغذائي العربي بالذات في الأقماح. يلاحظ أنه في حديث على الميكنة في الزراعة، يلاحظ على حديث في الاهتمام بالمراعي في الوطن العربي. كلها مسائل
استحوذت على الاهتمام. القادة أتيح لهم المرة دي، ويمكن توقف هذا الجهد منذ 7 سنوات، أنهم يلتقوا في جلسة تشاورية بدون أوراق، يقعدوا مع بعض في حجرة ليست بحجم القاعة الكبرى للمؤتمر، ولكن حجرة يعني محدودة الحضور، كل قائد ومعه وزير الخارجية فقط، وبالتالي يستطيعوا أن هم يتحدثوا في أي موضوع يهمهم. القمة اهتمت بطبيعة الحال بدول الأزمات، سواء سوريا، سواء ليبيا، سواء اليمن، ودي دول معرضة لأزمات على مدى العقد الأخير، بالإضافة طبعاً للقرار المعنون صيانة الأمن القومي العربي، وده بيتناول كل المحاور اللي بتحظى في هذه اللحظة بالاهتمام العربي، منها على سبيل المثال الأمن المائي لجميع الدول العربية كجزء من الأمن القومي العربي، وتكرار للقرارات التي تناولت هذا الأمن المائي العربي على مدى السنوات الثلاث الماضية، أقصد بها طبعاً المطالب السودانية المصرية في أن يكون هناك اتفاق ملزم لأي سد أو للسد الذي تقيمه إثيوبيا حالياً على نهر النيل. في حديث الوزراء وحديث القادة كان أيضاً هناك ملامح للمطالبة بأن تكون هناك حلول عربية للمشكلات العربية، وأن تتوقف الأيدي الخارجية أو الأطراف الخارجية عن التدخلات في الشأن العربي. دي كانت واضحة في الكثير من الأحاديث. فيما يتعلق بالأزمة السورية، صحيح سوريا لم تشارك في هذه القمة، لكن كان الحديث على سوريا حديث هام للغاية. هيلاحظ المتابع لهذه القمة ولقراراتها أنه في جدول الأعمال كل القرارات الفلسطينية اللي سبق اتخاذها على مدى سنوات وسنوات تكررت مرة أخرى. وقد يسألني سائل، طيب لماذا تتكرر قرارات فلسطين وبقية القرارات أقرتوها وأكدتوها في سطر واحد كتجديد أو تحديث للأسلوب لعمل، وهو أسلوب قد يبقى معنا وقد يتغير طبقاً للتجربة اللي احنا بنعملها. الرد على هذا السؤال انه فلسطين هي القضية المحورية للأمة وللدول العربية، وبالتالي كان في هناك تصميم انه تستمر هذه القرارات وتترجم وتطرح على الأمم المتحدة وعلى كل التنظيم الدولي زي ما بيحصل كل مرة كتأكيد لتمسك العالم العربي بالقضية الفلسطينية، خصوصا أنه وضح في كل الأحاديث التمسك بمبدأ الدولتين والتمسك بمبادرة السلام العربية. هذا الحقيقة كل ما أستطيع أن أقوله سيادة الوزير، وطبعا تحت أمرك في أي أسئلة. شكرا.
شكرا اخي احمد. لحظه خليني استعين بالسفير عبداوي. لحظه مفضل خليني استعين بالسفير عبداوي المدير العام للاتصال للترتيب. لا مش هكا. عبد الحميد وينك؟ حاضر. السفير عبد الحميد عبداوي المتحدث باسم وزارة الخارجية لمساعدتنا على تنظيم تناول الكلمة. تفضل هكا افضل. السيدات تفضل. السيدة الكريمة اتمنى انه من سوف يطرح سؤالا يطرحه باللغة العربية الفصحى حتى استطيع ان ادقق فيه السؤال وأجاوب، وإلا قد أسأل مرة واثنين تقصد بإيه. في الحقيقة أخي أحمد يتقن العامية الجزائرية لأنه زارنا أكثر من مرة. و الأمين العام لجامعة الدول العربية معالي وزير الشؤون الخارجية، اليوم فاز نتنياهو في انتخابات الكنيسة الإسرائيلي وهو الذي عطل التسوية السياسية ورفض جميع المبادرات، في حين أن الجامعة تقول بأن مبادرة السلام العربية هي المحور الأساسي لأي تسوية. كيف يمكن مقاربة ذلك في ظل هذا الواقع؟ شكرا. سؤال موجه لي. نعم. سؤال الثاني. لا بس الأول نجاوب سؤال سؤال. نجاوب سؤال سؤال. نجاوب سؤال سؤال. يعني القضية الفلسطينية مضى عليها ما يقرب من 100 عاما، في نجاحات وفي خسائر. أنا لدي اقتناع مؤكد أنه فلسطين سوف تنتصر في النهاية وتحظى بدولة فلسطين. تقولي لي إزاي؟ أقول لك الشعب الفلسطيني عدد سكانه المقيمين ما بين النهر والبحر حالياً في هذه اللحظة ما يقرب من 8 مليون فلسطيني. الإسرائيليين يقتربوا من 7 مليون فلسطيني إسرائيلي. المنطقة كلها فيها 15 مليون. قد تضطرنا الظروف أن احنا ننتظر 10 أعوام 20 عاماً مع الاستمرار النضال نصل إلى 10 مليون فلسطيني و12 مليون فلسطيني. وبعدين مش أنتوا بتقولوا دولة ديمقراطية؟ مش أنتوا بتقولوا أن كنتوا ديمقراطية؟ أي حق الانتخاب وحق الاختيار. خلاص هنختار لكم كأغلبية فلسطينية رئيس وزراء فلسطيني و ينتصر الشعب الفلسطيني لو فرضت إسرائيل نفسها على فكرة الدولتين. هم بيخطئوا خطأ فادح. ده نقطة أولى. النقطة الثانية، أنا كنت أتمنى أنه فلسطيني إسرائيل يشاركوا في انتخابات الأمس وبقوة وينجحهم في الحصول على 15 مقعد لكي يفرضوا على هذا اليمين الإسرائيلي أن يغير من رؤاه. ما حصلش وما حصلش، ويجب أن نلوم من كان السبب في عدم مشاركة الفلسطينيين في الانتخابات. ده بكل الوضوح وبكل المصداقية وبكل الأمانة للاقتناع أنه نتحداكم في انتخابات ونحن أغلبية، لكن الزمن معنا. شكرا. هدوء من فضلكم، أرجاء من الإخوة والأخوات أن يقدموا أنفسهم والاسم ثم الوسيلة الإعلامية.
ثم الوسيلة الإعلامية من فضلكم. عادل مهركن عادل المحروقي من التلفزيون الصيني الدولي CGTN. سؤالي لمعالي الأمين العام ومعالي وزير الخارجية، يعني في الوقت اللي الجامعه العربيه توطد فيه العمل العربي المشترك، هناك شراكه مع دوله الصين قادمه، وهناك انباء تم الاعلان عنها من قبل المملكه العربيه السعوديه عن قمه صينيه عربيه، فتطلعكم اولا لاهميه عقد هذه القمه في التوقيت الحالي الذي يرى فيه العالم تحديات كبيره، والعالم العربي يرى تحديات في الامن الغذائي والعمل المشترك للقضايا العربيه مع دوله الصين. شكرا. يعني تسمح لي الجامعة العربية لديها منتديات عديدة، الجامعة العربية مع الاتحاد الأوروبي، الجامعة العربية مع روسيا الاتحادية، مع الهند، مع اليابان، مع الصين، وبتعقد مع أمريكا اللاتينية، وبتعقد قمم مختلفة عديدة أو اجتماعات وزارية عديدة مع على هذا المستوى. هناك قمة قادمة في الرياض في 9 ديسمبر القادم ما بين الصين والدول العربية، وهو مسار ناجح للغاية، وفي تراضي صيني عربي وتراضي ياباني عربي وتراضي هندي عربي وتراضي أوروبي عربي وتراضي أمريكي عربي، على أنه التعاون والتنسيق بين هذه الدول والكتلة العربية يستمر، وبالتالي في هذا السياق تأتي هذه القمة. شكرا. خليني إضافة. ممكن تترك الكلمة؟ لا مش هكذا، مش هكذا. من فضلك. تسمح لي سيادة الوزير، تسمح لي أجاوب عليك. كنت أريد أن أضيف فقط بالنسبة لموضوع الشراكة العربية الصينية، أنه الأساس بالنسبة لنا ونحن في اختتام قمة عربية، الأساس هو العمل على تطبيق كل ما أقر عربيا للدفع بعجلة التنمية المتقاسمة والشراكة العربية، وبطبيعة الحال تحقيق ما سبق أن اتفق عليه من تكامل اقتصادي، بناء سوق مشتركة، فتح الحدود للتكامل الاقتصادي والاستثمار. الباقي إضافات نرحب بها ونعمل على تحضيرها أحسن تحضير لتستفيد الشعوب العربية بالتفاوت من هذه الشراكات. فهناك دول عربية إفريقية دخلت في شراكات استراتيجية مع الصين ومع غير الصين، وتأتي كل هذه الاستحقاقات الاقتصادية كأحداث نعترف بأهميتها ونعمل على إنجاحها. وأعتقد أن الخط الذي أقر هو بواسطة عملنا في سياق هذه الشراكات، مع الحرص على توازن المصالح وإقناع الشركاء على أن يهتموا أكثر وأكثر بمساهمات معتبرة في تنمية الشعوب العربية، والحرص على تطابق في وجهات النظر والمواقف السياسية، سيما عندما يتعلق الأمر بأمور أساسية مثل الدعم القضية الفلسطينية العادلة في المحافل الدولية، بحيث عدد من الشركاء في الخارج
لهم وزنهم في المحافل الدولية ولهم دورهم، ونتمنى أن يؤيد جميعهم مثلاً الطرح الفلسطيني بمنح دولة فلسطين في الأمم المتحدة الصلاحيات والمركز القانوني لكافة أو كامل العضوية لدولة فلسطين كعضو في الأمم المتحدة، وسننسق مع هؤلاء الشركاء حول المسائل الاقتصادية وكذلك المسائل السياسية المهمة في الأجندة العربية. في سؤال على التدخلات اللي أنت بتتكلم عليها. أنا عاوز أقول لك، أنا لصاحب السؤال القمة تناولت التدخلات في محورين. في قرار تحت عنوان حماية الأمن القومي العربي، وفي إشارات إلى التدخلات الأجنبية، وفي إشارات إلى حماية الأمن المائي العربي. دي واضحة جدا في هذا القرار، وهو قرار جامع. ولكن ومثلما أشرت، في تأييد وإعادة تأكيد لكل القرارات التي صدرت على مدى 3 أعوام منذ القمة تونس حتى اليوم، وتتناول وربما بالاسم حتى أطراف الإقليم المتدخلة. وبالتالي يعني تم الإشارة وتناول هذا الأمر. كان في سؤال حول ليبيا لم نجيب عليه. معلش اوكي، كان في سؤال حول ليبيا احمد. يرجى يعني اعطائي فرصه لطرح السؤال بعد اذنكم. شكرا معليك على اتاحه هذه الفرصه، وشكرا على حسن تنظيم هذه القمه التي كانت اكثر من رائعه في تنظيمها. شكرا للجزائر على الاستضافه، وسؤالي حول اشادات عربيه حول المواضيع التي طرحت في خلال قمة الجزائر العربية، والاهتمام بما يخص الشارع العربي والمواطن العربي من خلال تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدان العربية، وهذا يصب في مصلحة المواطن العربي. لكن سؤالي هو لمعالي الوزير رمضان العمامرة وإلى معالي الأمين العام أيضا. 4 أشهر فقط تفصلنا من المفروض على عقد قمة جديدة لدورتها العادية في مارس كما تعودنا. هل 5 أو 4 أشهر، هل الجزائر بهذا ستكون ظلمت بأنها لن تكمل الحولة في إدارتها للقرارات الأممية؟ وهل تم الاتفاق على استضافة القمة الجديدة المكان القمة المقبلة؟ شكرا. ولو تسمحي لي، القمم العربية بتعقد دائما قبل 30 مارس من كل عام، والقمة القادمة تم الاتفاق على عقدها في الرياض قبل 30 مارس القادم. الجزائر قامت بجهد قوي للغاية وبديع جدا في هذه القمة، ويهمني هنا أن أتحدث عن أفكار للرئيس عبد المجيد تبون طرحها على القادة، وصدق عليها القادة، قبلوها، ووزراء الخارجية كلفوا به التدقيق فيها وبحثها وإعداد الدراسة اللازمة مع الأمانة العامة لكيفية تنفيذ هذه الأفكار، وهي أفكار الحقيقة يعني تطور أعمال الجامعة العربية، لأنه تتحدث على المجتمع المدني ودور المجتمع المدني في التفاعل مع الحكومات تحقيقاً لأهداف الحكومات، لأن المجتمع المدني له دوره في هذا المجال. أيضاً مسائل الشباب وكيفية تنسيق
النشاط الشبابي بين الشباب العرب وحكومتهم والجامعة العربية في كيف يساهم الشباب في بناء المجتمعات العربية بالأفكار وبالتحديث وبالخيال وبأيضا مجتمع الأعمال في صورة المؤسسات الناشئة اللي بيقوم بها الشباب، كلها أفكار الحقيقة يعني ذات أهمية ووجدت صدى لدى القادة لأنها طرحت من قبل الرئيس صباح اليوم في الجلسة التشاورية اللي أنا بقول لكم عليها. فده مساهمة جزائرية. قبل 30 مارس القادم سوف يكون هناك رد فعل من الأمانة العامة تقدمه للوزراء، والوزراء يقروه أو يطلبوا المزيد من الدراسة لكي تعرض على القمة القادمة للتنفيذ. شكرا للأخت هناك، كلمة للأخت هناك. قال لك ما فيش لغة فرنسية. لا أنا لا أتحدث إلا اللغة العربية في مؤتمر للجامعة العربية. مساءكم سعيد. لا تفضلي. لا إذن سؤالي، مساءكم سعيد أولا. أحلام جماز من الإذاعة الجزائرية. تكلم حتى بالدرجة معليش، بعدين خلي السيدة تكلم الآن. إذن سيدي رئيس الدبلوماسية الجزائرية، سؤال موجه إليك. أحلام جماز عن الإذاعة الجزائرية القناة الأولى. إذن سيدي الوزير، ثمن إعلان الجزائر مقترحات السيد رئيس عبد المجيد تبون التي وصفها بالبناءة والرامية إلى تفعيل دور الجامعة العربية في الوقاية، أو أقول في الوقاية من النزاعات وحلها. هذا سؤال أول. كما تضمن الإعلان سيدي تبني مقترحات السيد الرئيس المتعلقة بتكريس البعد الشعبي وتعزيز مكانة الشباب والابتكار في العمل العربي المشترك. إذن السؤال معالي الوزير، هل من الممكن أن تقدم لنا استفاضة أكثر حول هذه المقترحات، خاصة ما تعلق بدور الشباب على ضوء ملتقى تواصل الأجيال الذي نظم سابقا في الجزائر؟ شكرا معالي الوزير. ومثل ما تفضل سيد الأمين العام، اقتراحات جديدة، اقتراحات بناءة، اقتراحات كذلك تنصب في توجه نحو عصرنة العمل العربي المشترك والأداة الأساسية للعمل العربي المشترك المتمثلة في جامعة الدول العربية. والرئيس كان حريص على أن تشتمل اقتراحاته على كل الجوانب المهمة التي أشرت إليها. السلم والأمن جانب أساسي وضروري العمل في هذا السياق من أجل الاستباقية في ما يتعلق بترقية حلول سلمية للمنازعات التي قد تطرأ على الساحة العربية بين هذه الدولة وتلك، أو كذلك حتى فيما يتعلق ببعض الصعوبات والنزاعات ذات الطابع الداخلي، وهذا ما يوجد مثل ما تعلمون في عدد من البلدان التي تقدمت بشروح حول الجهود الرامية إلى إحقاق سلام من خلال الحوار ومن خلال مصالحة وطنية وما إلى ذلك من وسائل العمل الدبلوماسي الناجح. أرجوكم أخذنا ثم لمقترحات الرئيس تبون الجانب الاقتصادي، ولقد ذكرنا أن هذا يرمي إلى تحقيق ما سبق أن اتفق عليه رؤسائنا في اجتماعات سابقة، منها اجتماعات قمة مخصصة للجوانب الاقتصادية، ولم يتم بعد تنفيذ كافة هذه الإجراءات المتفق عليها ولا تحقيق كافة المخططات. تسمح لي سيادة الوزير، من بين المقترحات تنبهت الآن أنه الرئيس تبون بيقترح لجنة حكماء تعمل على مساعدة رئيس القمة بشكل مستمر عندما يرغب في تنشيطها والاعتماد على أفكارها
تقديم توصيات له، لأنه رئاسة القمة لها سلطات ولها تفوضات، يستطيع أنه يتحرك في أي اتجاه بتصديق من زملائه من القادة. فهي فكرة الحقيقة فكرة طيبة جدا، تحتاج لوضع نظام أساسي لمجموعة الحكماء وكيف يختاروا، ومن أين أقاليم من بين الأقاليم العربية والدول العربية. وهذا هو ما كلفت به الأمانة العامة والمجلس الوزاري للتقدم بأفكارهم فيه. شكرا. أعطي الفرصة، إلى اليمين. هذه الفكرة استكمالا لما قاله الآن الأمين العام. هذه الفكرة تنصب في سياق الدبلوماسية الاستباقية، أي ترمي إلى الوقوف عند بؤر التوتر قبل أن تتدهور وتصبح نزاعات مسلحة بين الدول أو داخل الدول، فترمي إلى استعمال الكفاءات والخبرات والشخصيات العربية ذات النفوذ الأخلاقي والسياسي لتتحرك بطلب من رئيس القمة بسرعة وأحيانا في كتمان تام، لتقف عند هذه الصعوبات وتقترح ما من شأنه أن يساعد في تسوية سلمية لهذه المشاكل. سيادة الوزير، أنت مش ملاحظ أنه الإعلام في الجزائر طماع جدا؟ طموح. لا طموح. مش طموح، طماع. أنتوا مجموعة من الطماعين، يعني بقالنا 40 دقيقة قاعدين نتكلم قدامكم وما بتستكفوش. نعطي الفرصة للإخوة الموجودين على اليمين، طالما أنه بالشمال طلع. هل مزيد؟ لازم. لازم كل مرة يكون سؤال واحد، وإلا عارم رجيبي صحفية تونسية من قناة أبو ظبي. عارم رجيبي صحفية تونسية من قنوات أبو ظبي الإعلام. اليوم يدخل أو أنهى القادة العرب قمتهم 31، وقد دخلوها بتبادل بيني لم يتجاوز 13% حسب آخر الإحصائيات. أي آليات لتنشيط التبادل البيني العربي وعمل الجامعة والدول العربية حتى نكون أكثر مصداقية ونعطي للدول العربية فرصتها في تبادل كما قلتم يحيي الجانب الاقتصادي ويدعم العلاقات التجارية والاقتصادية، وطبعا هذا أكيد ينعكس على العلاقات السياسية. طب أنا عاوز، يعني أنا ما لم أستمع إلى السؤال بدقة، ولكن دعيني أقول لك يمكن العالم العربي عالم تقريبا نفس الجغرافيا ونفس المسار، وبالتالي إنتاجه يقترب من أنه يكون إنتاج متماثل، وربما ذلك هو التفسير لأنه التبادل التجاري البيني مش بالحجم اللي انت بتفكري فيه، ولكن منطقة التجارة الحرة بتتقدم، وفي إطار تقدمها بيسهل على المنتجين العرب في الدول العربية أنهم يحققوا هذا التبادل اللي احنا بنرغب فيه. منطقة تجارة حرة كاملة شاملة، نظام ضرائبي شامل على الواردات، وبالتالي دعينا نأمل أنه نحقق خطوات مستمرة. وهناك قرار عن ما أنجز في منذ القمة بتاعت 19 إلى القمة بتاعت 22 من إنجاز في هذا الموضوع تحديدا، وهناك تقدم. شوف الوسطى.
تفضلي. سلام نرجع لكم بعدين. تفضل. السلام عليكم، تحية طيبة لجميع. سمية منصوري، الإذاعة الجزائرية القناة الأولى. تحية طيبة للأمين العام سيد وزير الخارجية المطال عمامرة. بداية نهنئكم بهذا الإبهار ونهنئ الجزائر على كافة الأصعدة، كان استحقاق كبير في هذا الاستحقاق العربي. قمة الجزائر سعادة سيد وزير الخارجية المطال عمامرة هي قمة فلسطين من خلال متابعتنا لمختلف التدخلات للقادة العرب ورؤساء الوفود. لاحظنا أنه كان هناك التفاف حول إعلان الجزائر المتعلق بلم شمل الفصائل الفلسطينية الموقع هنا بالجزائر بتاريخ 13 أكتوبر الماضي. ما هي الآليات التنفيذ الآن حتى تجني القضية الفلسطينية الثمار؟ أيضا من بين ما كان مطروح على جدول أعمال القمة هو إصلاح الجامعة العربية. ما هي المقترحات التي تقدمت بها الجزائر في هذا الخصوص بما يضفي مزيد من الفعالية على أداء الجامعة العربية والنأي بها عن كل التجاذبات في ظل وتؤثر بشكل إيجابي على مجريات الأمور على الصعيدين الإقليمي والدولي؟ سؤال أخير، هل يمكن اعتبار إعلان الجزائر الثاني بمثابة خريطة طريق جديدة واستراتيجية جديدة للعمل العربي المشترك خاصة في ظل الظروف الراهنة الدقيقة جدا؟ شكرا. خليني جانب فقط، أرجوكم جانب فقط من ربما سؤال أريد أن أخذه وتناوله، هو أنه الجزائر كانت حريصة حقيقة على بناء توافقات على كل المستويات. لم تتسرع الجزائر، أخذت الوقت الكافي وتحدثنا مع الجميع، وحتى في بعض المواضع اللي كانت المواقف في البداية بعيدة عن بعضها البعض عملنا بمثابرة على أن نبني جسور بين المواقف، ثم طلعنا بنصوص متفق عليها أحيانا بالتوافق الآراء وأحيانا بالإجماع. ليس هناك اعتراض على أي نص من النصوص التي أنجزناها. وأذكر على وجه الخصوص أن إعلان الجزائر كان ممكنا أن ينجز من طرف الوفد الجزائري وأن تتحمل الجزائر لمفردها مسؤولية هذا البيان، وإنما حرصنا على أن نناقشه مع السفراء ومع الوزراء ثم أن يعرض على القادة العرب، وكان حقيقة منتوج لهذا العمل التشاركي الدؤوب الذي شارك فيه الجميع. يعني سيادة الوزير، أول أمس كان في اجتماع على مستوى الوزراء لمدة ساعتين لمناقشة عناصر ومحاور الإعلان الجزائر اللي هو تم إقراره بعد ذلك، فبذل جهد. نعم. بذل جهد بالتأكيد. نعم. ثم بعد إنجازه كذلك ناقشنا أو على الأقل تحدثنا مع الوفود المعنية التي قدمت نصوص اقتراحات، تحدثنا معها ووجد كل واحد في النص الذي تلاه نيابة عن الجميع السفير العرباوي، كل الوفود وجدت أنه هذا النص المتوازن الشامل والكامل يعكس حقيقة الروح السائدة في القمة وكذلك الاهتمامات التي تم أخذها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمال سويك من التلفزيون الجزائري قناة كانال الجيري. سعادة السيد الأمين العام، منذ الحرب العالمية الثانية لم يعرف العالم تقلبات وأزمات مثل التي يعرفها في الآونة الأخيرة. المواطن العربي يعلق أمال كبيرة على قرارات القمة. السؤال وجيه، ما هي الآليات المستحدثة لتفعيل هذه القرارات حتى لا تبقى حبرا على ورق؟ وهل تم استحداث أجندة لتطبيق هذه القرارات؟ نفس السؤال للسيد العمامرة، إذا ممكن باللغة الفرنسية والإنجليزية، ليس حبا في اللغة الأجنبية وإنما للقنوات الأجنبية. شكرا. هو خليني أقول أنه فيه تركيز
فيه تركيز كثير على آليات ميكانيزمات أطر وكذا. العنصر الأول هو الإرادة السياسية، وهي التي تبلورت أثناء هذه القمة. العرب فهموا، أدركوا أن أدركوا ضرورة العمل المشترك، ضرورة تضافر الجهود، ضرورة الاعتماد الجماعي على النفس لكي تصنع حقيقة الأوضاع الجديدة التي تسمح للجانب العربي لفرض مصلحته، مصالحه ومبادئه في الساحة الدولية. أما الميكانيزمات فهذه تنتج من خلال العمل العادي في إطار الجامعة العربية. هناك آليات وجدت منذ زمان علينا بتنشيطها، هناك آليات كذلك يجب ربما التغيير في ولايتها أو عهدتها، وإنما الإرادة السياسية توفرت والقادة عازمون كل العزم على أن يدرسوا أثناء جلساتهم التشاورية التي استأنفنا العمل بها بعد 7 سنوات من الغياب مثل ما ذكر السيد الأمين العام، لكي حقيقة تستجيب القرارات تطلعات شعوبنا ومواطنينا، وأن تكون دائما وأبدا بالتناغم مع رغبة المواطنين، لأن العمل العربي المشترك مصداقيته ومشروعيته تنبثق من الشعب. شكرا. تفضل أخ. هاشم. سؤال لسعادة الأمين العام بالنسبة حق آليات تطوير. صوتك شوية لو سمحت. غناة الراي غانم سليماني من الكويت. فيما يتعلق بإعلان الجزائر تضمن قضية العرب المركزية فلسطين، هل هناك آلية أو لجنة وزارية ستتابع هذا الإعلان؟ وفيما يتعلق في بند إصلاح جامعة الدول العربية، ودنا نتعرف على ما هي بنود التطابق وما هي بنود الاختلاف بين المجتمعين. شكرا لك. أنا عاوز أقول لك حاجة. اللجان في لجنة عربية دائمة مشكلة من 6 دول للتعامل والتفاعل مع القضية الفلسطينية، وفي لجنة القدس أيضا تابعة للجامعة العربية، وفي لجنة مقترحة لمساعدة رئاسة القمة، وحتنشأ في خلال الفترة القادمة أو بالتشاور بين الدول العربية من يرغب فيه. ده شق. الشق الآخر أنا أسميه تحديث وتطوير الجامعة العربية، تحديث وتطوير وتعزيز دور الجامعة العربية. وهناك مشروع قرار تم إقراره من قبل الاجتماع القمة في هذا الصدد تحديداً، يعني خليه يتفضل. هو مسار اجتهاد، وزي ما قال سيادة الوزير الإرادة السياسية، إذا كان في إرادة هتتنفذ القرارات. هي يعني مثلا في قرار بيقول إنه المطالبة بانضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة. طيب ما هو المسار؟ المسار إنه الدول العربية أو فلسطين بتروح لمجلس الأمن اللي هو الجهاز الذي ينبغي أن يأخذ قراراً قبل السماح بعضوية طرف، فحيروحوا لمجلس الأمن. هل الدول الأعضاء مجلس الأمن حيوافقوا بالكامل؟ هناك شكوك، ومضى على هذا الجهد الفلسطيني 10 أعوام ولم يحقق هدفه. ليه؟ لأنه في دولة صاحبة حق نقد أو فيتو بتتخذ الفيتو ضد هذه العضوية، وبالتالي يضطر السلطة الفلسطينية أو دولة فلسطين لاستئناف دورة الجمعية العامة الخاصة بفلسطين، ويذهبوا إلى الجمعية العامة ويحصلوا على قرار بتأييد ساحق. ولكن الجمعية العامة هي توصيات وليست مماثلة للجمعية
قرار. فهو اجتهاد وصبر وعمل دؤوب من أجل تحقيق مصالح قد لا يتم تنفيذها اليوم أو غدا، ولكن في مستقبل الأيام يتم تنفيذها. تفضل 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 تفضل. هو كان ينتظر. شكرا شكرا سيد الوزير، شكرا سيد الأمين. هو أصبح يطرح سؤاله بالعربي بس نترجمناه من اللغة الفرنسية للغة العربية، لأن نحن نبث في فرنسا باللغة الفرنسية والمستمعين يتحدثون اللغة الفرنسية، فسنعمل العكس وسنترجم إلى الفرنسية. شكرا. عندما نتكلم على القمة العربية في فرنسا يكون السؤال المطروح من المستمعين: لماذا هذه الجامعة تسمى بجامعة الدول العربية وليست جامعة الدول العربية وليست البلدان العربية أو الجامعة العربية، على غرار ما يقول مستمعونا الاتحاد الأوروبي؟ النقطة الثانية والقصيرة سادتي، ليه هو الاتحاد الأوروبي اسمه إيه؟ اسمه الاتحاد الأوروبي كوميونيتي إيكونوميك أوروبيان باللغة الفرنسية. وأنت عاوزه يبقى الاتحاد العربي يعني؟ لا يعني ما يقولش الدول الأوروبية لو سمحت. والسؤال الثاني: هناك جاليات كبيرة في أوروبا وفي فرنسا تهتم بالقضايا العربية، فهل هناك في جامعتكم مؤسسة تهتم بهذه الجاليات، خاصة أن اليوم هذه الجاليات تتكون من مستوى اجتماعي وثقافي واقتصادي رفيع من أساتذة وغيره؟ وشكرا لكما وبارك الله يعني فيكم. هو لو تسمح لي دائما الكثير من المتابعين، ودعني أتحدث ماليا أو بعض التوسع، يتحدث المتابعين للعمل السياسي العربي والإفريقي والأوروبي، وكثيرا ما أسأل: أنتم في الجامعة العربية أنتم ليه مش زي الاتحاد الأوروبي؟ لماذا أنتم يا عرب لستم مثل الاتحاد الأوروبي؟ لكم مفوضية ولكم سياسات عامة ولكم قواعد الدول ملتزمة بيها. الرد سهل جدا. فلسفة إنشاء الجامعة العربية منذ إنشائها في فبراير مارس 45 كانت إنشاء جهاز تنسيقي لمواقف الدول العربية، وليس للتوحيد الكامل لسياساتها أو فرض سياسات محددة على الدولة الوطنية العربية. ده كان موقف. كان فيه طيارين: طيار بيطالب أنها تكون منذ البداية مثل الاتحاد الأوروبي، وطيار آخر يطالب بأن تكون مثل الجامعة العربية التي هي في وضعها الحالي. والطيار الذي ساد وانتصر في النهادة أو قبل هو أنها تكون جامعة لتحقيق التنسيق والتكامل بين المواقف، وليس التوحيد الكامل لكل السياسات والقوانين. ومع ذلك الجامعة العربية ليست فقط عمل سياسي، بمعنى لديها 13 مجلس وزاري: مجلس وزراء الصحة العرب، مجلس وزراء التعليم العرب، مجلس وزراء النقل العرب، مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، مجلس وزراء الخارجية. كل هذه المجالس تسعى بشكل هادئ لتوحيد السياسات، توحيد التشريعات، توحيد نظم الضرائب، توحيد نظم الموانئ، جهد كبير للغاية. أيضاً هناك منظمات إقليمية نوعية تعمل في إطار وسياق الجامعة العربية. هذه المنظمات لها دور، ودور واضح جداً، والكثير من مسؤوليها موجودين بيحضروا هذه القمة. عاوز تطور الجامعة العربية تستطيع أنك تطورها، ولكن بتوافق إرادات الدول العربية. يجب أن احنا أيضا نفرق بين الجامعة العربية كجامعة دول
والأمم المتحدة على سبيل المثال وميثاق الأمم المتحدة على سبيل المثال ميثاق الأمم المتحدة يبدأ نحن شعوب وحكومات. ده الجامعة العربية، ده الأمم المتحدة. الجامعة العربية ليست على هذا، نحن حكومات الدول الأعضاء، وبالتالي هذا هو الفارق. الرئيس تبون مثلا بيضيف بعد جديد، المجتمع المدني. الجامعة العربية ما كانش فيها هذا المجتمع المدني كتفاعل وشريك يقيم علاقة ما بين الحكومة والمجتمع المدني. كلها نقاط قابلة للتطوير والتحديث. شكرا. بقي لنا أن نشكركم جميعا على اهتمامكم ومشاركتكم. أشكر احترافيتكم. أنت طماعة جدا. سؤال أخير، لو سؤال. نحن سعداء جداً بالتعامل مع الوزير. والنبي نساعدها مع الوزير. سؤال من القناة العربية. معلش زعلانة. طيب. عشان طيب. خاطرك. عشان خاطرك. معاملة خاصة قولي سؤالك. مع الأمين العام. صبرا. مع الوزير. صبرا. قولي سؤالك. الميكروفون. فادي الحسيني، وكالة يو نيوز الأخبار بيروت. لقد عادت مخ أغلب الدول العربية إلى دمشق، إلى سوريا، وأيضا رأينا هناك بعثات دبلوماسية، وهناك أيضا دول عربية لم تغلق سفاراتها في دمشق. طب أنا عاوز أقول لك حاجة أهم من الكلام اللي أنت بتقوليه. أنا عاوز أقول لك أن أنا اليوم نتيجة لانتشار للأسف الشديد ولحزني وألمي لظهور الكوليرا على الأرض اللبنانية والأرض السورية في المخيمات، أرسلت اليوم رسالة إلى وكالة الصحة العالمية الدولية الـ WHO، وطلبت المجتمع الدولي بضرورة إرسال أكبر قدر من اللقاحات والأدوية والعلاجات لشعب لبنان، مثلما فعلنا أيضا في موضوع اليمن. تتصوري أنه شلل الأطفال يعود مرة أخرى للظهور عالميا، ولكن يظهر في دولة عربية. وبالتالي هو ده السؤال. الإجابة أنه الجامعة العربية وأمين عام الجامعة العربية يكتب إلى المجتمع الدولي طالبا أنه يشحذ المجتمع الدولي همته من أجل ده. هو التركيز علينا، مش إن احنا نتكلم هنا أو هناك. لا. شكرا جزيلا. إذن لنكمل سؤال. إذن ماذا فعلت الجامعة العربية لعودة سوريا لكي تحصل سوريا؟ لأن هناك دول عربية تحارب سوريا وتحاصر سوريا وتمنع عنها الدواء، مثلها مثل ليبيا، مثلها مثل اليمن. معالي الأمين العام، معالي الوزير، قناة العربية عندها سؤال. لا خليني أجيب الأخت الفاضلة. ومدام هذا طلب قرر الأمين العام أننا من الضروري أن نستجيب له. أولا، سوريا موجودة في الجزائر باستمرار، موجودة في قلوبنا في ضمائرنا، وموجودة في تعاطف وتضامن الشعب الجزائري مع الشعب السوري الشقيق، وهو الذي كان السباق في التضامن مع الجزائر أيام المحنة كذلك. ومثل ما تشاهدين، سوريا موجودة في كل شوارع الجزائر من خلال العلم الوطني السوري الذي يرفرف على الجزائر العاصمة، مثله مثل علم كل دولة من الدول العربية الشقيقة. سوريا موجودة في الاجتماع. وبكل تأكيد، مثل ما يقول سيد الأمين العام، سوريا موجودة في الاجتماع. وكان لي الشرف أن قابلت سيادة الرئيس بشار الأسد مؤخرا، واطلعت على استراتيجيته فيما يتعلق بالتلاقي مع الأسرة العربية، وهي التي تحركت وأنجزت إنجازات لا يستهان بها.
عودة سوريا أو شغل سوريا من جديد لمقعدها في الجامعة العربية، ولا أريد أن أستعمل كلمة عودة، وإنما شغل سوريا لمقعدها أمر طبيعي وسيتحقق إن شاء الله. وفيما يتعلق بالجزائر نحن سعداء بنوعية حوارنا مع أشقائنا في سوريا، ولنا اليقين أن سوريا لديها من التاريخ ومن القدرات ما يجعلها ستأتي إن شاء الله بقيمة مضافة للعمل العربي المشترك، من شأنه أن يعزز الحلول السلمية للنزاعات في عالمنا العربي، وأن يعزز كذلك الموقف العربي لتحقيق سلام عادل في الشرق الأوسط يشمل استرجاع سوريا الشقيقة للجولان المحتل. مع الوزير الميكروفون مع قناة العربية، معالي الأمين العام، معالي الوزير، رفقتكم السلامة إن شاء الله. شكرا.